فيها. انا نزلت اجيب الكونسيلر طلعت ما لقيتش اللايف. مين بيلعب في اللايف؟ مين بيلعب في اللايف؟ نسيت اكتب. اهو راح، اهو راح لواحد. شوفوا اي بنت ما عندهاش هالات او عندها هالات ومش حابه تحط كوريكتور اورنج، كل التريك يا جماعه انكم هتستخدموا كونسيلر فاتح بس اغمق شويه زي ده كده، مش معضله. وبعد كده تحطوا الدرجه بتاعتكم بعد ما تعملوا له بلند، بس ما تشتغلوش بالكوريكتور الاورنج. خلص الموضوع. لو مش عايزه تحطي اورنج، لكن الاورنج مضطره انك تحطيه الكوريكتور الاورنج الاصفر الغامق الاورنج الفاتح المشمشي، كل ده مضطره تحطيه لو البنت عندها تصبغات عاليه ومحتاجه تعمل تبيض نفسها. مش هتعرفي تبيضيها من غير ما تحطي طبقتين من الحاجه بس. فالكوريكتور الاورنج ليه شغله، واللي مش عايزه تحطه ما تحطوش. بكره الكوريكتور الاورنج، حقك. انا هو ما بحطش اي كوريكتور اورنج، بس انا ما عنديش تصبغات جامده، بس لو ما حطيتش درجه اغمق من تحت تظهر لي الهالات. طب لو مش عامله حواجبي وعايزاها زيك، انت قلتي بتعملي الحواجب للعروسه. اه بعمل انا الحواجب للعروسه. ما هو انا محتاجه تعليم كتير. انا بقعد اعلم البنات من اول ازاي يزيلوا الشعر من على البشر الوش، وبعدين اعلمهم ازاي يحطوا كل البرودكت حتى من الحواجب. انا مجهزه كل شيء، والجلو والايلاينر. هحط بس بلاشر كريمي. على فكرة انتوا ما اخترتوش معايا الوان الميك اب. على فكرة عايزة ابقى رقيقة مش اوفر، وده على عكس عادتي. دو 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 دو. انا مبتدئه، تنصحيني اصور شغلي وباي اضاءه؟ روحي خدي كورس تصوير. كل الميك اب ارتست اللي ممكن تنصحك بنصيحه في التصوير فهي واخده كورس تصوير او مجربه كتير وعرفت تصور لنفسها. لكن انا ما اصلا بصورش لنفسي، انا عندي ناس، عندي تيم ورك وعندي ناس معينه هي اللي بتصور لي شغلي. حتى التصوير بالموبايل مش انا اللي بصور. فهم بيتعلموا وبيظبطوا الاضاءه وكل حاجه وبيصوروا. كنت زمان انا اللي بصور وكان تصويري بدائي جدا. دلوقتي كل التصوير البروفيشنال اللي بتشوفه على البيج من ناس متخصصه. عنابي ايه يا جماعه العنابي ده؟ اه كل مره تقولوا لي عنابي. النبيتي، العنابي النبيتي ده تقيل، ده تقيل يا جماعه بليز. تقيل يخرب بيوكو. مساء العسل على الحلوين. والله ما اعرف الانستجرام اللي بيقفل لي اللايف ولا النت اللي بيقفل لي اللايف. التنت اللي حطيته اي او اي وراح فين؟ اهو اسمه بلاش بلاش من اي او اي. رخيص قوي وثابت قوي وحلو قوي. بينكي بينك بينك. انا بكره الالوان دي. ايوه
ايوه يا بنتي انا معاكي اني احط بنيات، هم عشان زهقوا مني عشان انا ما بحطش غير بنيات فهم عايزين نغير، فقلت لهم طب قولوا لي احط ايه، لكن انا اصلا اسماء بنيات. انا يا جماعه بحط البني ده من وانا ما اعرفش يعني ايه مكياج، كنت بروح وانا صغيره اجيب قلم محدد ليب لاينر بني وهو ده المكياج بتاعي، احطه على خط عيني من فوق من هنا واعمل له تمويه، ده كان مكياجي من غير ما اعرف ان انا هبقى ميك اب ارتست في يوم من الايام. وبعد كده كنت احط نفس القلم ليب لاينر احدد بيه شفايفي، وما كنتش بسيبه متحدد زي ما كل اصحابي كانوا بيعملوا، كنت بموهه بايدي فكان يدي كده كان شفايفي متحدده خلقت ربنا. حتى في بنات كان زمايلي يقولوا اسماء هو انت التحديد ده رباني ولا انت اللي عاملاه، عشان كنت قروبه كنت بعرف اختار الدرجات وكل ده وانا مش ميك اب ارتست، بس ده كان حس المكياج عندي، ده كان حس الميك اب عندي، انتوا فاهمين قصدي؟ وكنت اخد القلم الليب لاينر اكسره ثلاث حتت مش حتتين، يعني اكسره واعمل ابريه عشان يبقى صغنون كده في الشنطه عشان اعرف اخبيه من بابا، عشان لو فتشوا لي شنطتي يعني لقوا المحفظه، مستحيل المحفظه يبقى فيها ميك اب، لكن المحفظه مستخبي فيها والله العظيم قلم ليب لاينر قد كده مستخبي جوه المحفظه بتاعت الفلوس. وفي زمان كانت حاجه بتتحط اسمها ابو فاس، عارفين اللي هو ريحته جامده ده اللي كانوا بيحطوه عشان البرد، ده كان ليه علبه قد كده، العلبه بتاعته كانت قد كده صغنونه قوي، كان بابا بيجيبهم كتير كده من السعوديه، انا بقى كنت اجيبهم اسرق واحده وافضي كل ابو فاس اللي فيها ده واجيب صباع الروج واحطه جوه العلبه دي واقفلها. فتخيلوا الميك اب بتاعي كله قلم ليب لاينر قد كده وعلبه ابو فاس قد كده مدوره عامله قد الشلن، وكنت احطهم الاثنين جوه المحفظه فبابا ما يشوفوها. مستحيل حد يقول في معاها ميك اب، الميك اب اللي على وشي ده انا صحيت من النوم بيه مستحيل. ولو كنت رحت المدرسه برضو واتقفشت يعني كترت شويه احمر او حاجه واللي هي اسمها ايه الاخصائيه الاجتماعيه دي اخدت بالها منه، فتقوم ايه ماسكه الشنطه انت معاكي ميك اب انت حاطه ميك اب، ولا انا مش بحط ميك اب مش بشيل ميك اب. وبعدين تدور في كل الشنطه ما تلاقيش حاجه، الخطه دي كانت استراتيجيه مشيت معايا 5 سنين ثانوي، عشان انا قعدت في ثانوي 5 سنين. مشيت معايا 5 سنين ثانوي بيرفكت، ما حدش قفش الموضوع، جربوها لو حد بيتقفش يعني. ودلوقتي بقى انا ما حطيتش البيوتي بلندر لسه على كل الفاونديشن، لسه اول مره هستخدم البيوتي بلندر على الفاونديشن، دمجت الكونسيلر وهروح بقى على الفاونديشن بتاع اللي انا لابساه ده عمال يطلع فرو في قفايا لما عماني. انا هروح للدكتوره مالي بسبب الريفيو بتاعك يا سمسم، روحي روحي وعلى ضمانتي. انا عملت عند ماري البوتوكس والار ار اس، ما عملتش عندها لسه فيلر، اوكي؟ فانا من خلال حكمي على الاشياء اللي استخدمتها فقط، لسه هجربها في الفيلر بس لما شفايفي تحتاج، يعني انا شفايفي حلوه مش محتاجه. دي الاسبونج بتاعت رشا خلف. المشكله في ابو فاس نجيبه منين؟ لا بقى استخدمه اي حاجه، يعني مثلا دلوقتي اللي بديله لان كانت العلبه قد دي بتاعت العدسات، وبتاعت العدسات انا ما رحمتهاش برضو، انا جبت سكينه وسخنتها على النار وقسمت بتاعت العدسات دي اتنين وبقيت استخدم دي لوحدها في المستقبل بقى لما الانحراف زاد. عايزه اثبت بشرتي. اوكي مش لاقيه اللوس باودر اللي انا عايزه احطها، بس ممكن احط هدى او جيفانجي مش مشكله.
عادي 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 عادي. انا وانا بقنع نفسي وانا عايزه احط حاجه نفسي احطها. كنت بحط فيها ايه؟ كنت بحط فيها العدسه بس كنت بحط الاثنين على بعض لان بابا ما كانش بيوافق ان البس عدسات اصلا، وانا كنت شاريه عدسه زرقاء زرقاء بقى وتجنن. كل الناس لسه ما كانوش يعرفوا العدسات دي، يعني كنت انا مميزه كده وانا حطاها. بابا مش بيرضى وبيشوفني بيها بيتعصب في البيت، بيقعد يقول لي شيلي اللي في عينك ده، اعمل ايه عشان احطها بره البيت؟ وعلبه العدسات ممكن تتقفش. رحت قاطعه العلبه برضو ورحت واخداها معايا. ادخل بقى التويلت اعمل بقى الحاجات دي في ثانيه في ثانيه في ثانيه. دلوقتي انا بخرج بقعد بحط ميك اب ساعتين. اه لو بابا يعرف مستقبلي في الميك اب كان سابني، كان سابني انطلقت اقسم بالله. كنت سابني يا راجل. سبحان الله ربنا رزقه بنت ميك اب ارتست. والله يا بنتي معاكي حق، على قد الميك اب اللي هو رماهولي وانا صغيره فربنا رقى. احنا هيبقى ده مجالنا. كانت في واحده بنت الجيران اللي قصادنا دي، كانت اكتر واحده فرحانه في الشارع. كان كل الميك اب بيترمي على بيتهم، كل الميك اب بيترمي على بيتهم وهي بتطلع تاخده. فدي كانت اسعد واحده في الشارع، انا بشتري ميك اب وهي اللي بتستخدمه. وبابا يرميه عنده. يعني تقولي ايه؟ صلى الله عليه وسلم. حاسه انك بتسلمي نفسك سيكا لو عمو سمع اللايف ده. لا لا ده لا لا اسماء بتفكريني بيا قوي. انا مثال لكل حاجه صعبه يا جماعه، انا مثال لكل حاجه صعبه حرفيا. ايه اسماء هو الميك اب اللي بيغطي الحبوب ايه؟ هو اي ميك اب بيغطي الحبوب بس ما بيمحيش السمك بتاعها فقط، لكن لو على التغطيه اي ميك اب بيغطي الحبوب عادي. خلينا البشره عسل متثبته وكله لوز اللوز. اجيب 13 برو ولا كاميرا اللي شايفاه افضل ليكي؟ ما بخاف انصح حد بحاجه فيها فلوس كتير زي دي وانا مش واثقه فيها، مش قادره اقوم من اللايف كل شويه اسيب الشغل واقف اتفرج شويه. طب شغليني يا سلمى وعلي وقف اشتغل، او حطي السماعات في ودانك، او شغلي الموبايل وعليه على السماعات وقف اشتغلي عادي. انا بعمل كده ساعات في اللايفات بحبها للناس على تيك توك. يلا 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 نبدا 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 نبدا. برايمر من نارس. يلا يا جماعه الساعه بقت 4، انا بقى قاعده بقالي كتير عشان عمالين نرغي. ايوه انا عامله كده دلوقتي. يلا عيشي حياتك. كانوا البنات بقى زمان يحبوا الليب جلوس اللي هو الشفاف. طب بتجيبيه؟ كنت لما واحده صاحبتي تحطه اقول لها بتحطيه ليه وهو مش باين؟ شكلك
وحش. واحده صاحبتي كنت بقولها شكلك وحش، عايزه امسح لك بقك من اللي انت حاطاه على بقك ده. هو ايه يا جماعه اللي انت متجوزه فين دبلتك وانتوا مالكوا؟ في ايه يا جماعه؟ جايبين لي عريس؟ جايبين لي عريس؟ طيب احنا ممكن نعمل الوان محايده. محتاجه ادي الباليت الجربانه دي فرصه تانية. تعالوا نديها فرصه تانية. اللي هي اسمها باور بتاعت هدى بيوتي دي. هستخدم السيت بتاع البروشز من جي اس ويلا بينا. هاخد الوان بقى ايه غريبه شويه، يعني ممكن نبدا باللون ده مع الجراي ده مع الفحلوقي ده مع الاسود ده. يعني بصوا هنعمل لون عجيب، حاجه غريبه. حاضر هشوف. هبدا بالالوان العاديه. انا بحب لايفاتك وبتعلم منك دايما يا رب. ايه رايك في الباليت دي؟ اول ما جبتها ما كنتش حباها خالص وما زلت، فبديها فرص، يعني بحاول استخدمها باكتر من استخدام، لان الاي شادو لي كل ماتيريال او خامه ليها استخدام، فبفضل وراها كده لحد ما اعرف الناس بتحبها ليه، اتشهرت ليه كده يعني. وفي ساعات حاجات شخصيا انا ما بتعجبنيش، خلاص الموضوع بيخلص. فاونديشن تو فيس ده حلو للبشره الجافه ولا لا؟ اه حلو، وبرضو على حسب كميتك وترطيبك. وبعدين انهي واحد؟ عشان تو فيس ده عندها اللي انا اعرفهم يعني اكتر من 3 فاونديشنات. صباح الخير من امريكا، صباح النور. ايه رايك في توريد الشفايف وهل بعد فتره بيغمق؟ ما عملتوش عشان انصحك بيه. اوكي عايزين اللوك يبقى في الرايق، والنبي يا جماعه ما عايزاه يغمق مني. هو بسبب الالوان المعفنه دي يغمق، واصلا اللون ده طلع كريمي يا جماعه، طلع مش باودر، طلع كريمي. والله لو اعرف كنت حطيته بيز، بس نبقى نجربه في بتاع تاني. ده طلع كريمي، بصوا مش باودر. هاخد بقى اللون اللي على جراي شويه ده، هو هنا على جراي، عندكم في سنه بينك. ايه رايك في باليت كوارت روز كوارتز من هدى بيوتي؟ بحبها. تنت الشفايف نوعه هديل، وهكسر عظمه العين من هنا قوي كده، هبين ان عندي عظمه جامد. والفرشه من البراند بتاع جي اس الكوليكشن الجديد بتاعي. كسرت العظمه بالدرجه دي؟ الدرجه دي هتبقى حلوه في الظل طبعا. الماتيريال غاليه قوي؟ لا، في ماتيريال دلوقتي يعني حلوه، اسعارها حلوه وجودتها حلوه، مش شرط تجيبي الغالي قوي، هاتي اللي على قدك وفي نفس الوقت براندات حلوه ومحترمه.
مش دراج ستور، مش حاجات عجيبه يعني، لا حاجات حلوه واسعارها حلوه. باليت هدى بيوتي نود نيود نود وباليت ميركوري حلوين. والنود نود انا بحبها قوي، والميركوري برضو بحبها قوي. فيهم كم درجة كده بتعلق ووحشين، بس لو عايزين تجيبوا باليت من الاخر، لو عايزين حاجة هاي اند وباليت بجد حلوة، بلاش هدى، هاتوا باتريك. اوكي حبيت. طيب لو احنا عايزين نعمل حاجه شبه الايلاينر المموه وبدون استخدام ايلاينر، يعني مثلا هناخد الحقو ده، ده كمان كريمي، الحقو ده وده كريمي. هناخد الدرجتين دول، هاخد الموف وعشان تعملي الايلاينر اصلا في البدايه المموه وتعمليه صح لنفسك، بصي لنفسك دايركت كده، يعني ما تفتحيش عينك زياده، بصي لنفسك دايركت كده، ومن هنا من الطرف ده اطلعي بفرشه تبقى رفيعه قوي زي دي، شايفين السمك بتاعها قد ايه، عشان ما تاخدش كميه كبيره فترسم في مساحه اكبر. وابدأي اسحبي اللون بس حبة حبة. شايفين الجمال ده بالاي شادو يا بنات، مش بأي اي لاينر خالص. انتفاخ العين نداري ازاي؟ طبعا هو ليه تكنيك بالكونسيلر وليه تكنيك تاني بالاي شادو. واظبط ايدي مع وشي، حركي ايدك زي ما انت عايزه، المهم تطلعي الرسمه صح. شايفين؟ اي لاف ات. الفاونديشن والاقي الفاونديشن شقق. طب فين بقى السؤال؟ انت بتكتبي السؤال على مراحل؟ بعد كده هناخد فرشة حجمها اصغر من دي كمان. الفرشة دي كانت في السيت بتاع روان الركيبي البروفيشنال، اهي فرشة اصغر شوية كمان. وهاخد لون اسود بقى من باليت تانية عشان الباليت طلعت معفنة حرفيا. هاخد الاسود من السلتر انستازي. برطب بجل كريولان وبرده بيشقق في خط الابتسامه، ملوش علاقه بالمرطب يا حبيبتي. كل الجروبات كل ما واحده تقول الفاونديشن بيشقق تقول لها المرطب، ملوش دعوه مرطب خالص يا حبيبتي. على فكره المرطب ده اضعف حاجه في المكياج، مش اقوى حاجه، ركزوا في الموضوع ده كويس. فولا جل كريولان ولا جل حاجه هتشلك الخطوط، الخطوط محتاجه تكنيك وكميه فاونديشن قليله بس. ها
هاخد اللون الاسود وادخله جوه اللون اللي انا عملته. كده انت بتعملي ايلاينر مموه بمنتهى البساطه وبفرشتين. وهاخد بقى اللون الاسود. يا روحي لما بصي يا نور، لما اقول ده تكنيك وده تكنيك معناه ان يطول شرحه. من الحاجات اللي ما عمري ما شرحتها على اليوتيوب ولا في فيديو ولا في لايف، لان يطول شرحها. فهمتي قصدي؟ ممكن تتاخد على اكتر من يوم. فالموضوع في لما اقول كلمة يطول شرحه مش بقصد اني ما اقولكيش المعلومة، اقصد ان محتاجة انا وانتي قاعدين وقدامنا موديل. فهمتي قصدي؟ وبعدين هندخل على الكورنر اللي هنا ده باللون الاسود كده. شايفين عملنا ايلاينر مموه في ثانية بدون ايلاينر، ما لمسناش الايلاينر. وعايزه اقولك لو رشيتي دي نقطة فيكس هتطلع لك السواد ده فاحم كأنه ايلاينر كريمي. بس محطيناش اي ايلاينر ولا اي حاجة. هغير البراش، عايزاه مموه اكتر من كده مش مدموج اكتر من كده. خدي درجة على بني او الدرجة الجراي اللي كنا عاملينها هنا، وبلندي فوق اللاين ده زيادة اكتر. هوريكم ازاي. يعني هاخد الدرجة اهي وهدمج اطراف الاسود ده شوية اكتر. ده لو انتي حابة التمويه هتزيد، حابة حاد وقفي. انتي فظيعة في عالم الميك اب يا روحي. فاونديشن لبشرة دهنية نارس الجديد، جربيه ودعيلي. الفينش بتاعه مات قوي ومناسب لبشرة دهنية قوي. هوريهولك اهو، ده نارس الجديد، فينش مات جدا. انا استخدمته مرتين وعرفت انه يعني مش لوشي من كتر ما هو مات قوي. فهاخده بقى للشغل. يا ريت تعملي لايف ما يبقاش وقت الغدا، انا سايبه البنات بيلعبوا في الملوخيه وقاعده مركزه معاكي. يعيشوا ويلعبوا يا روحي. وانا اسفه والله، انا للاسف ما عنديش مواعيد للايفاتي، انا بطلع كده وخلاص. طيب في خطوه تانية عايزه اقولها لكم. لو انت بترسمي ايلاينر وانت حاسه ان الاثنين مش شبه بعض، عايزه اقول لك ان دي حاجه طبيعيه وصحيه جدا للميك اب. يعني ما تخافيش ان الاثنين ما يبقوش شبه بعض، وما تحاوليش توصلي للبرفكت شيب. ليه؟ لو حاولت اوصل للشيب ده زي ده بالظبط هفضل ابوظ 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 ابوظ. لكن اقرب حاجه ممكن افهمها لك ان عندك عينك اليمين غير عينك الشمال، فما تافوريش انك تحاولي توصلي الاثنين كوبي بيست، لا في حواجب ولا في ايلاينر. لكن الطبيعي انك تبصي لي كده تحسي ان الدنيا متظبطه، بس مش عايزه اكتر منك من كده. جبت اللون الاسود على خط الرموش شويه وما تودوش لحد جوه هنا اخر. كده حلوة قوي. بعد كده هاخد اي فرشة كده مبططة برضو من السيت بتاعي. كتير بحب اشوف شغلك، تسلميلي يا رب.
وهاخد من الدرجة اللي حطيتها ترانزيشن اول واحدة خالص هثبت بيها الجزء ده بس مش عايزاها تبقى غامقة قوي. بصوا كده خلصنا الميك اب بتاع العين من فوق رقيق وحلو زي ما انا عايزاه، وعملنا ايلاينر مموه وظبطنا الزباطيط. لو عايزه الايلاينر يبقى حاد اكتر من كده هاتي السبونج الفلات اللي زي دي وبالكومباكت باودر ونضفي الطرف، هيبقى باين انه شارب قوي من تحت، مستحيل حد يقول انك مش رسمه بايلاينر. عيونك بقت شتويه لسه سايبتها بحط رموش يا بت. احسن فاونديشن فول كفرج استخدام شخصي وايس ال اللي هو اف سان لوران. هنعمل ايه يا ولاد؟ هنعمل بقى العيون من تحت. يا لهوي يا جماعه على جمال الفرش، والله العظيم من امبارح وانا عماله استخدم فيهم روعه بجد. ادخلوا على جي اس كوزماتكس وجي اس لاشز هتلاقوهم نزلوا البوست بتاعهم، اسالوا وهاتوهم الحقوهم في العرض. بتقري الكومنت اللي بيعدي قبلي وانا لا حظي قريته. كورس الميك اب بكام؟ اسالي على الارقام اللي موجوده على الصفحه. عشان بقى اعمل نهايه من هنا تسحب عيني اكتر، فللاسف هي لازم تبقى بنفس حديه وغمقان اللون ده. فانا هبدا بالاسود من السالتري بنفس البنسل بروش. شوفوا يا جماعه سمك الفرشه اللي ما يبوظلكيش الدنيا. واهم حاجه النهايه دي عندي، اني اقفل الاتنين مع بعض كده. بس وهنا مهمه الاسود خلصت، هاخد الفرشه البنسل من نفس الست اكبر شويه واخد بقى اللون اللي هموه بيه التدرجات اللي تحت، وهو الدرجه الاغمق في الباليت بتاعه باور بتاعه ميك اب بتاعه هدى بيوتي. بتقولي ايه يا بنتي؟ كحل عهود اجيبه منين؟ من عهود او من ميك اب ارتست سبلاير، الاثنين دول عندهم كل حاجه عهود كامله. وهبتدي اموه اللون الاسود ده واسحبه لفوق كده شويه. انا بحب الظل اللي هنا ده. يبقى بس متجنح كده في اخر العين، بيدي شكل حلو قوي لعناي. واكس انستاديا ينفع للشغل؟ مش هو مش افضل حاجة، بس هو على حسب نتيجته. يعني مثلا هو اصلا بيعمل ايه الواكس بتاع انستاديا؟ هو بيثبت الشعراية كده ويلزقها في بعضها، مش بيثبت زي الواكس، مش زي ده، مش زي ماسكارا بنفيت. فهمتي قصدي؟ هو شغلانته ضعيفة شوية، لكن لو انت عايزة حاجة لا بتثبت قوي لا ماسكارا بنفيت بقى او الواكس بتاع هديل ده حاجة زي كده. كحل رميل البيج والاسود حلوين ولا نص نص؟ حلوين يا روحي. وايه الاكحال الثبات بتاعها على حسب طريقه شغلك؟ يعني ما تحكميش على قلم الكحل بثباته غير من طريقه شغلك. في حد ممكن يحط قلم كحل ثابت جدا يسيح بسبب الطريقه اللي هي حطته بيها. فهمتوا قصدي؟ وممكن استخدم اي قلم كحل في الدنيا واثبته بالطريقه اللي انا بشتغل بيها.
اوكي بس خلصت اي شادو كده. وقعت علبة الفاونديشن كلها. هاخد بقى فرشة اكبر منهم هما الاتنين كده. فرشتي حبيبتي. كلام مظبوط. واخد اي برونزر بقى وهمشي هنا عشان انا الجزء ده في عيني لازم اعمل له لون معين يعني ملوش علاقه بالاي شادو. بحب الشكل المقطط للميك اب ده. حاضر هحط الرموش دلوقتي. اوه حبيت بموت في الدمج تحت العين ده. بحب الشكل ده قوي. لا شتوية شتوية. ايوة. اوكي. يلا هعمل مدمع صغنون كده قدام. ونحط المسكرة عشان اسحب عيني. عشان احب اسحب عيني. ليه كل حاجة بتضيع وقت اللايف؟ خفي روجك عليكي مش حلو. ربنا يهديكو ربنا يهديكو ويفرسكو يا رب. دعوة في الصميم. البنات امبارح في الستوري اتوهموا بالتريك بتاعه المدمع. حبوا البنات في التعليق المسجات. بقول لكم ما كنتش قادره ارد عليها. اه ربنا يهديكوا ويفرسكوا يا رب. بتقولي خفي الروج اللي في بقك تقيل عليكي. واحده داخله جايه من اي حته. انا عمري ما اجي من بعيد كده احكم عليكي. والله العظيم انا بشوف يعني بنت تبقى جايه في الكورس تقول لي بصي بصي الميك اب ارتست دي مشهوره قوي في منطقتنا يعني عندنا وبصي بصي بتعمل الميك اب ازاي وبصي بتحطه ازاي. او لا ما تكلميش كده. شوفي اما تخلصوا هيطلع ازاي نتيجته ايه. مش تريك وافضل اقول دي تريك بتاعتي دي تريك بتاعتي. والتريك بايظه يعني التريك بايظه. التريك بايظه يا حاج. الناس بتشتكي منها يا حاج. فهمتوا قصدي؟ فهي داخله شافت التنت قالت لي الروج مش عارف ايه. عادي زي بالظبط العروسه اللي بعمل لها كونتور ومامتها تقول لي يا بنتي هي ناقصه سواد. اصبري يا حاج. الفرشه دي موجوده في الطقم بتاع جي اس بتاعي. بصوا يا جماعه هي دي وظيفتها. هي عامله زي السبونج وبتطبع كده بتطبع اي حاجه بقى. انا باخد بيها الكومباكت باودر احطها كده اثبتها كده
في مدمع العين كويس. والكومباكت باودر لازم تبقى ووتر بروف زي دي يا جماعه، دي ضد الميه بتاعه ميك اب فوريفر الفيلفت سكين. وبثبت بقى الحته دي كويس جدا كده وبدمجها بيها. هي ناقصه سواد يا عسل. اه والله. انا مش ده الموضوع، انا موضوع على، وهي بتقول كده على بنتها. انتوا عيلة غريبة. انا هجيب الايلاينر. بصوا بقى بعد ما ثبت الوينج بالكومباكت باودر، ودي التريك بتاعتي انا في تثبيت الوينج في العموم، ما ترسموش بجيل لاينر، ارسموا بقلم انك يكون ووتر بروف. قشطه. كل البنات اللي رسموا بايلاينر الوينج بيشتكولي انه بيسيح مهما كانت البراند، حتى 77 بتاع انجلود برضو بيسيح. وانا في العموم ما برسمش الوينج ايلاينر جوه عيني، برسمه بره عيني. ده اسمه انكا بتاع كات فون دي. ده انا جبت منه وجبت للشغل من عند بي اوريجينال. رسمت مدمع محترم كده. هاخد نفس الفرشة اللي فيها الكومباكتكاية دي، الحركة الجامدة، وباخد نفس الكومباكت باودر اثبت تحت الايلاينر المنطقة اللي انا مش عايزاها. تبوظ مني على مدار اليوم. كده. وده بيديكوا ايحاء اني فتحت العين من هنا. بس مش ملحوظ عشان ما يبقاش اوفر، يعني انت ممكن تعملي ده ان شاء الله وانت رايحة الشغل بس محدش واخد باله. فاهمين قصدي من الحركه؟ يلا هنركب رموش بقى. واهم حاجه انا زي ما انتم شايفين رموشي بتسلم على خدودي، فلازم ارفعها بالكيرلر. دي كيرلر دي من تارت، واتاكد اني ما خدتش رموشي اللي تحت مع رموشي اللي فوق عشان هما بيسلموا على بعض. تحفه بعشقك، تسلموا لي يا رب.
قلم الايلاينر اسمه كات فون دي من عند بي اوريجينال، ده ميك اب ستور هنا في مصر. جلامكور ولا رينج لايت عادي؟ لا جلامكور اقوى دلوقتي، انا معاكي في جلامكور. واحده كاتبه بتاع كبير قوي عايزه اقراه، او حتى بعد التكنيك والكميه ممكن الخطوط تبان عادي على فكره من كتر الضحك وكده. هقول لك الموضوع ده، في خطوط بيبقى عندها الخطوط غايره، يعني عندها الخط غائر داخل لجوه قوي، ده اللي بيبان. اما اللي بيبقى عندها خط عادي وانا بس ما كترتش الكميات والدنيا تمام بيبقى تحفه طول اليوم. فهمتي قصدي؟ الميك اب ناعم يجن. روان فرش روان الركيبي جيبيها من على الموقع بتاع روان الركيبي، الويب سايت بتاعها، خشي عند روان الركيبي هتلاقيها عامله هايلايت، في الهايلايت عندها في الهايلايت اللي كان ستوري سايبه لكم اللينكات بتاعت الفرش، تطلبيها من على الويب سايت الخاص بيها تشوفيها بقى بكام وتوصلك لحد عندك. الماسكارا من استي لودر، ماسكارة استي لودر دي قلبي من جوه. اسماء مش انا اسمي اسماء، مبروك يا روحي، بحبك اكتر اكيد. هاي ما بحبش اسمي قوي بس قشطه، اسمي بيزعجني يعني، ما بسمع اسمي بتزعج ما اعرفش ليه، كل الناس بتحب تقول اسمها وتذكر اسمها الا انا. شايفين يا جماعه؟ امال لما نركب الرموش، بصوا اصلا رسمه العين بقت عامله ازاي من قبل الرموش، امال لما نركب الرموش. تعال نركب رمش طياره بقى، طياره. يا لهوي يا لهوي يا لهوي على الجمال، يوتي ما شاء الله لو اكبر على السكر يا لولو. اكيد بيرلس بيوتي برضو يا جماعه، برضو يا جماعه نفس الرمش، بس عشان تعرفوا انا بقصره شويه، انا بقص منه من هنا عشان هو مرفرف قوي. صحابي العرر اللي ما يعرفوش ان انا في اللايف اصلا بيتصلوا بيا. الجلو بقت عيون نعسة، برافو عليكي. نعسة لوزية، انا بحب الشكل ده في العين قوي، اللي هو حقيقي هي خلقة ربنا عاملة كده، انا بحب العين دي قوي. عارفين عين مين؟ عين البت اللي اسمها ايه اللي بتمثل، اللي بتمثل دي وبتنكد علينا في كل رمضان دي، آه
بعينيها بس تفتكري اسمها؟ لا اسمها ايه؟ قولوا. نيلي كريم، برافو عليكم. انا بحب عين نيلي كريم جدا، وبحب اللي يدعم عينها بالميك اب. يعني انا بحب مكياج عبد الله الرفاعي قوي ليها، لان عبد الله يعني متميز بالسحبه دي وبيحب يدعم اللوك، فانا بحب شغله عليها قوي. انتي شبه رؤى. اي نعم بيقولوا لي. رؤى نيو. بعشق اللوك ده، مدمنه ما بعرفش ابطله. اسماء القمر، انتي اللي قمر ابداع. اسماء لو سمحتي، ايه رايك في بيبي كريم توب فيس البينك؟ معرفوش يا اختي. كان عندي ضيوف ما لحقتش اشوف، سيف اللايف. طيب هتلاقيه بقى، لو ده ما قفلش هسيفه. حاضر. لا بكونتور باودر يا روحي مش كريم. يلا الرمش التاني. ممكن اشوف التنت. حاضر. بتاع هديل. حاضر. ما هذه العيون الإيرانية الشكل؟ واللي يشوف عيني على الحقيقة، عيني قد كده ومدورة. هجيب بقى ايلاينر وامشي عشان الحتة البيضة بتاعت الجلو دي تمشي. هقول لكم على اكتر ايلاينر سواد وفاحم تستخدموه في الاريا اللي فوق العين دي. بما اني هقول لكم عليه لازم يضيع. الايلاينر ده بتاع وايس ال بتاع ايف سان لوران. ده انك برضو يا جماعه، رهيب. بس انا للاسف هلخبط الدنيا لو ما عملتش كده هنا في المرايه. اوصله بقى، اوصل الاريا دي كلها ببعض، ومن هنا نفس الموضوع عشان يدي رسمه صح. سواده حلو قوي يا جماعة ده، وتستخدموه بس تمشوه على طرف. شايفين السواد؟ يعني هو بيعمل خط اسود جامد قوي، انا بحبه قوي للعرايس.
حط بقى مسكرة من تحت. ده لابسه اللي لابسه منين؟ جايباه من على بيج اونلاين. يا بنت بتندبي على ايه؟ جايباه من بيج اونلاين. شفتوا كده وانا ماشيه على الفيسبوك عجبني، رحت جايبه اربع الوان وجايين لي في علبه قد كده لان هو كبير، مع اني اخترت الحجم الاصغر بس هو كبير. محمد قاعد يقول لي كفايه فرو بقى، كفايه فرو بقى. مش مشكلتي في كده، مشكلتي انهم كبار، الحاجات الفرو بقت كتير قوي، بتتحطش في الدولاب، بتتحطش في الدولاب للاسف. هحط ماسكارا بس في النهايه، مش هحط في المكان اللي قدام ده. تعالي يا رودي انا لايف. صحتي؟ طب يلا تحضري لبسك. قربنا نمشي. ايه قربنا نمشي؟ يعني ساعة كده. مش عارفة بس مش هلبس حاجة. طيب هقوم اختار معاكي. انا قربت اخلص خلاص. خليكي ليا يا عين ماما. شوفوا جمال العين بقى يا جماعة. نوع المسكرة كيكو ميلانو. صح والله نجوم الشتوي فعلا عايزة دولاب لوحدها خاص. اللوك دايما يا اسماء. عادي، ايه المشكله لما اعمل اللي يريحني؟ ايه اللي مضايقك في ده؟ ايه اللي واجع حضرتك؟ انت لو زبونتي يعني بفرض عليكي لوك معين، ما انتوا شايفين شغلي مميز وما عنديش واحده شبه الثانيه. المشكله ان اعمل لنفسي اللي انا حباه؟ انتوا ناس غريبه وكلامكم وحش ويقرف، ما بهزرش، كلامكم بايخ، ما بتعرفوش يبقى عندكم ذوق بجد. حبيبتي يا رب تسلم. الايلاينر الاخير واي اس ال. هو بيقدم؟ لا مش عارفه، طلع لي ريميندر كده الحاجه. اي ثينك ان اللايف هيقفل، فانا هقفل وارجع افتح.